السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله والأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. معاكم لطفي، واليوم رانا 2 فيفري 2024، يعني يا خوتي صافي بالك 3 ولا 4 أيام ما درناش فيديو، لأنه الفيديوهات تاع فلسطين عادوا يتبلوكاو ويناليزيوهم، وساعات ما يفوتوش وساعات يخرجوا روتار كما قال الوحايد، راهم لي دات غالطين. لا ما همش غالطين، سي كو الله غالب، اليوتيوب يدرس الفيديوهات وساعات يفوتهم وساعات ما يفوتهمش، يقول لك فيهم عنف ولا فيهم كذا. المهم اليوم قلنا سيدي باش ناسوري وعلى الاقل هذا الفيديو يفوت، يعني يكون الكونتاكت ديما دائما مع بعضنا، درنا فقره وش رايك اللي نطلب فيها راي الناس. راينا ما يهمش، يهمني نعرف رايكم في هذا الموضوع، في هذه القضيه. سنه 2020 تبون قال هذا الكلام في الجزائر 2020، مازال الولد يمشي في الاوحال 5 كيلومتر والدوله عاطيتك امكانيات باش تطلب النقل المدرسي، وهذه غادي تكون في عقوبات صارمه. ما تكلم لي حتى على حاجه، تكلم لي دابور على الطفل. دونك كل الوسائل سخرت هذه منذ سنه 2020، لانه الرئيس جاء وحب يبدا هذا المشروع وينطلق فيه باش ما يبقاوش الاطفال مرمدين. للاسف الشديد البارح نقرا هذا الخبر جهه الصيف، زوج يا خاوتي اطفال ماتوا، زوج تلاميذ ماتوا في الطريق عفستهم طوموبيل. والغريب الله يرحمهم ويوسع عليهم انه واحد مات الصباح سور بلاس، والاخر يا خاوتي كي جا راح يكمل يقرا، وكي جا من القرايه كيف كيف تزيد تضرب طوموبيل العشيه في نفس المكان. يعني رانا مش نحكيو على لوكس، رانا نحكيو على حياه الناس. منذ 2020 والسلطه على راسها سي عبد المجيد تبون يقولوا باللي رايحين نديروا نقل مدرسي، وارواح الناس الى يومنا هذا 28 21 22 23 24، رانا قريب في 4 سنين يا خاوتي، أين أنتم من هذا المشروع؟ اليوم قناة النهار حطت روبورتاج، بعدي كنحط لكم الرابط في لا ديسكريبسيون باش تعرفوا باللي راهو اليوم 2 فيفري ونحطوه قبيله ونحطوه، شوفوا واش يقولوا. احنا يخصنا نقل. قد تمشيو يوميا؟ 4 كيلو. منين تمشيو 4 كيلو؟ من المدرسة. يوميا هكا؟ إي، إيش نديروا هكا هذه الميزيرية تاعنا؟ نحتاجوا النقل أخويا، ولاتنا هما يعانيوا هكا، شوف. هضرنا رانا غلبنا صراحة، ولاد صغار مساهم تحضيري سنة أولى هم في غلبة، يعني رانا هذا الشيء نعاني منه. مشيو على الأقل واحد 2.5 كيلو ونص 3 كيلو، واك شوف ولاد صغار على بالك مشيو وحدهم، قادر شمول يقيسهم، قادر الكلاب، قادر أمر ما تعرف كيف. والعديد من الفيديوهات هك يا خالتي، أين أنتم من هذا المشروع اللي يحفظ أرواح الأطفال؟ يا أخي قلتوا باللي الدولة راح تدير مليح، وقلنا باللي كلام رائع ومشروع رائع، 4 سنين ما كفاتش لتجسيد هذا المشروع؟ يخي ماشي نازا ولا راح تطلع فيزي واحد بعتها البلانيت مارس ولا او نقل مدرسي برك. الصوارد يا اخي كاينين الله يبارك، حنا نشريو في السلاح والطيارات، دونك لي حاتشي لي بوس يجيونا ساهلين. اي لي بوس كاينين شركات تخدم لي بوس، اي واش كاين ديره سيدي مناصب شغل، كاينين لي جون يدومونديو، لي جون كاينين اللي حابين يخدموا ترونسبور. يغرق سيدي المرشي بهذا النقل المدرسي، خلق الاف من المناصب تاع الشغل، علاه مازلنا اليوم نشكيو؟ حتروح للسلطة تقول لك السلطة نعم أنا درت المشروع والرئيس تكلم عليه، لكن لما تروح للمسؤولين تاع البلدية اسمع وش يقول. البلدية تعرف نقص أو عجز في الحافلات، عندها نقص بعدد 3 حافلات. شفتوا خاطر يقول لك لا ما عندناش، عندنا مونك، وطلبنا من الوالي ورانا في إشحاف ورانا ما عندهمش. دونك الدولة من فوق تقول لك أني مديت، والاخر يقول لك انا ما عنديش، راني درت دوموند، هو على باخلهم، هو يقول لك انا درت لي دوموند، والرئيس يقول كاين كل الامكانيات ومديت. اين الخلل؟ الله اعلم. ربما اللي لازم يمد الامر لازم يتابع ويشوف اسكو الامر طبق في الميدان ولا لا، وربما اللي يسمع هذاك باللي الرئيس مد يروح يحتج ويقول الرئيس قال راني مديت وكذا وينهم، ولكن ابارامون الضحية يبقى نفسه، هو الطفل المسكين اللي تعفس في الطريق، والناس اللي مرمدة مع أولادها، والأطفال اللي قاعدة تضيع في الطفولة تاعها، كيلومترات رايحة جاية رايحة جاية كل يوم، والمشكل مازال. من 2020 ل 2024 ما تحلش هذا المشكل تاع النقل فقط كمثال، وحنا نتأسوا على هذا الشيء. فقول لي أنت وش رايك؟ شكون الغالط؟ وشكون اللي لازم يتحاسب؟ وشكون المسؤول الأول؟ مادام المشروع ما تنفذش، ومادام التلميذ مرمد في الطريق مسكين الى غايه 2024، مع انه كان من اهم الوعود للسلطه يعني حطتها امام الشعب في اللاطيلي بعدها، وقالت باش هذا الامر نقضي عليه من على 4 سنين، ومشروع قلنا بسيط جدا
سيدي بوس صغار، ميني بوس صغير سيدي، يهز الأطفال يدي ويجيب، هذه هي خدمته نقل مدرسي فقط. إذا ما تجسدش مشروع بسيط كيما هكا فما بالك بالمشاريع الكبرى اللي توقف عليها البلاد. ما تجيبش بي درونا ترانسبور حافلة ولا شي حاجة، قضية في الحافلة تاع النقل المدرسي وكشو مرامش كاينين زعما تاع النقل المدرسي. نتمنى ان شاء الله يدير له حافلات النقل المدرسي هذه، والله الناس راهي تعاني ونتمنوا الله يهديهم ان شاء الله الى بغاو يشوفوا فهاد التلاميذ يعني. ان شاء الله تعطيونا رايكم الاحباب، تقولوا لنا لا راك غلط يا لطفي، لهنا راك صحيح، لهنا راني معاك، لهنا راني ضدك. ونشكركم يا خاتي، وربي ان شاء الله يصلح البلاد والعباد.